دكتورة أمان الجندي والدكتور مصطفى غني، كل المحبة والتقدير في لجنة الحريات. أيها السادة الحضور، اسمحوا لي أن نبدأ فعالية مؤتمر لجنة الحريات السنوي لعام 2018 ديسمبر 2018. نرأس هذا المؤتمر الشاعرة الكبيرة والصحفية والإعلامية فريدة النقاش، كما تشرف هذا المؤتمر بأن يكون أمين عام المؤتمر أيضا الدكتور عادل درغامي. أيها السادة الحضور، هناك ثلاث محاور في هذا المؤتمر. المحور الأول دور الأسرة والتعليم في التنشئة الثقافية لمواجهة التطرف. المحور الثاني دور المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية في التنشئة الثقافية لمواجهة التطرف. أما المحور الثالث فتحت عنوان المذهبية والطائفية ومصادر الانتماء البديل.